السلام عليكم. لسنا حكاما عليكم بل خداما لكم، هذه العبارة الفارقة في تاريخ اليمنيين والتي قالها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي تفصح بجلاء عن مواقفه وسياسته خلال فترة حكمه اليمن. تلك الفترة على قصرها كانت وستظل حاضرة في أذهان اليمنيين ووجدانهم رغم محاولة التغييب والتجريف لتاريخه. اليوم تصادف الذكرى 39 لرحيله واغتيال مشروع التصحيح، فأكثر من 3 عقود تم خلالها تغييب منجزات الرئيس الحمدي ومشروع التصحيح في مجال التنمية والبناء والتخطيط. الرئيس الذي تحقق الخزينة العامة في عهده أعلى احتياطي للريال اليمني بالعملة الصعبة مقارنة بدول أخرى كمصر وغيرها، وألغى مسميات الشيخ والسيد وأبدلها بالأخ التي تعني سواسية أبناء الشعب دون تمايز سلالي أو طبقي، وأسس لمنظومة تحكم الجميع تحت مظلة القانون والمصلحة العامة. الرئيس الشهيد الذي كان قائدا يجمع في شخصيته القوة والقدوة والثقافة وانتماءه للمدنية والإنسان اليمني، ورغم حملة التجريف اللا أخلاقي لجهوده ومنجزاته بل والمحاولات الكثيرة لتغييبه من مدونات التاريخ والكتب المدرسية، لكنه لم يغادر الذاكرة الجمعية للأجيال. هو الذي قال في سياق حركته التصحيحية: أنا اليوم لا أتجنى على أحد من الأخوة الذين سبقوني، وإنما أعيد ضياع كل من صبت على جمهوريتنا من معونات وقروض مخصصة لمشاريع معينة إلى غياب أو انعدام التخطيط والبرمجة وإلى الارتجالية في المشاريع ومراعاة الأمزجة في توزيعها. مشاهدينا الكرام، في إطار إحياء الرموز الوطنية المغيبة من التاريخ اليمني، يستعرض المساء اليمني الذكرى 39 لرحيل الحمدي للإجابة على التساؤلات المطروحة عن أسباب إخفاق حلم اليمنيين برحيل الحمدي ولماذا انهار مشروع الدولة الذي أسسه باغتياله، وعن الحركة التصحيحية التي قادها على مستوى الجيش والمؤسسات والنظام الاجتماعي، وكيف تم مواراة منجزات الحمدي في سنواته الثلاث. نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد المقبلي ونعود بعده للنقاش. أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار. في ليلة 11 من أكتوبر من العام 1977 شهدت صنعاء فاجعة الغروب باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. كان ذلك الغروب الحزين في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء بعد وجبة الغداء الأخيرة. على مائدة الغدر التي شكلت صدمة للأعراف اليمنية التاريخية إذا ما تعلق الأمر بقتل الضيوف في منزل المضيف. خطة غدر ممنهجة توسعت إلى اغتيال القيادات العسكرية للدولة التي كان يعتمد عليها الرئيس الشهيد، من عبد الله الحمدي قائد لواء العمالقة إلى علي قناف زهرة إلى الشمس وغيرهم. تم استدراجهم واغتيالهم قبل اغتيال الرئيس ضمن مسلسل الغدر بالمشروع التصحيحي للجمهورية الذي استمر من بعد الاغتيال لإفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها الجمهوري والمؤسسي. ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فاعطونا. كان الحمدي يتحدث بلغة العلم والسياسة بسحر الكلمة بفيض الروح اليمنية وتدفق الرؤية والمشروع، كرئيس يفهم الشعب والأرض والإنسان. هذه الكلمات تعكس ثنائية العلم والعمل في المشروع التصحيحي لإبراهيم، كما كان يحب اليمنيون مناداته بهذا الاسم دون امتيازات وألقاب مسبقة، وهو الذي أسس لمفردة الأخ كأساس للنداء بين اليمنيين دونما مفردة أخرى تأتي على حساب المواطنة. لا ينسى الحمدي من ذكرى أحد، ولا استطاعت آلة المحو الممنهجة في التعليم والإعلام محو الحمدي من ذاكرة اليمنيين ووجدانهم، فكلما ذكر اسم إبراهيم فاضت عيونهم وأنفاسهم بآهات لها علاقة بالعبرة والحنين. حنين اليمنيين لم يكن لشخص الحمدي كفرد، لكنه الحنين إلى الذات اليمنية الجمهورية التقدمية التي حضرت بحضور إبراهيم وغابت بعد غيابه. البدايات الأولى للرئيس الشهيد كانت في اللحظات الأولى لميلاد الجمهورية، حينما أصبح في عهد الرئيس السلال قائداً لقوات الصاعقة ثم مسؤولاً عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى،
تحل علينا الذكرى 39 لغيابه كجسد وخلود، كروح في ظل تنامي الشعور الجمهوري بأهمية إحياء الرمزيات الوطنية المغيبة من التاريخ الرسمي. 39 عاما مرت على رحيله، ولا يزال اليمنيون يقاومون أعداء الذات اليمنية الجمهورية على ذات الحلم وعلى ذات الخطى وعلى ذات الطريق التي سار فيها الحمدي وسالمين. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن اغتيال مشروع التصحيح والتي طالت الحمدي والمشروع برمته، سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ معن دماج، مدرس مادة الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ معن. يعني الحمدي هو ربما الرمز الوطني الخالد في أذهان اليمنيين أستاذ معن، رغم محاولة التجريف، رغم محاولة التغييب التي طالت الحمدي، إلا أنه بقى حاضرا في أذهان الكثير من اليمنيين، من الذين جايلوه وأيضا من الجيل الحديث الذي ربما لم يعش فترة الحمدي الذهبية. لماذا برأيك؟ والله هناك أسباب كثيرة. من ناحية، طبيعة القيم التي تجسدت في مرحلة حكم الرئيس الشهيد الحمدي، وأيضا طبيعة النهاية التراجيدية المأساوية التي خلقت لشخصية إبراهيم الحمدي طابعا أسطوريا، ذلك الاغتيال الذي أراد تغييب الحمدي ولصق الإهانة الأخلاقية والقيمية في بالحمدي وبرفاقه، تحول في الواقع إلى يعني سبب أساسي لتعاطف وتكرس الرئيس الحمدي في أذهان وفي أنفس والمواطنين. وأيضا أنا أتصور المرحلة التعيسة والسيئة التي أعقبت فترة الرئيس الحمدي، سواء يعني الفترة القصيرة للرئيس الغشمي أو الفترة الطويلة علي عبد الله صالح، جعلت المقارنة دائما تكون في مصلحة الشهيد الحمدي، وهذا ما جعل وجوده يحضر أكثر في الأزمات، في النكسات الوطنية. نعم. هناك روح استعادية في الواقع للحمدي، وطبعا مع هذه الروح هناك طبعا ما هو الحقيقي وما هو التاريخي، إضافة إلى الكثير من الأساطير التي تعبر جزء منها عن المحبة في الواقع. نعم أستاذ معن، يعني اللحظة التي يعني اغتيل فيها الحمدي ربما، والتي أريد لها كما قلت تشويه لسجل الحمدي، لكنها على العكس كانت تمثل لليمنيين ربما لحظة مختلفة، فما الذي كانت تمثله لهم وهو الذي أسس مشروع الدولة، ويعني حتى أنه انهار هذا المشروع بمجرد اغتياله؟ هو في الواقع المتآمرين أرادوا أن يصموا الرئيس الشهيد بالوصمة الأخلاقي. نعم. من خلال إحضار الفرنسيتين ومن خلال مشهد وإخراج المشهد الاغتيال باعتباره فضيحة أخلاقية، لكنهم في الواقع لم يصموا إلا أنفسهم كخونة أولا وكمتآمرين ومتجردين عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وكرسوا في ضمير المجتمع والشعب باعتبارهم خونة وباعتبارهم متآمرين، بينما أضافت هذا الاغتيال التراجيدي من مقربين في الواقع من الرئيس الحمدي، أضاف عليه الكثير من الأسطورية ومن الصفات الأخلاقية ومن التعاطف، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لكل المجتمعات. بالنسبة لانتهاء الدولة أو مشروع الدولة الذي مثله الحمدي، فهذا أمر في الواقع معقد وبحاجة إلى نقاش طويل. نعم. أبعد من الطابع الاحتفائي أو البكائيات التي عادة ما ترافق هذه المناسبات. نعم. مشروع الرئيس الحمدي منذ البداية كان مشروع تتعاوره في الواقع الكثير من التناقضات، وكان يعبر في الواقع عن حالة مأزومة، لأنه الرئيس الحمدي أتى كتجسيد لحكم الجيش والعسكر، وفي الواقع هذه حالة تعرفها كل الثورات، بعد الانتكاسة الكبيرة لثورة 26 سبتمبر في أحداث نوفمبر وفي الصلح مع الملكيين، كان من الطبيعي مع تعب المجتمع والشعب من الصراع السياسي أن تتوجه أنظارهم لحاكم عسكري قوي. نعم. مشكلة الحمدي إضافة إلى ذلك أن الحمدي أتى وقد تم
تدمير المؤسسات والألوية العسكرية التي كانت تحمل قيام 26 سبتمبر بداء وعلى الأساس في أحداث أغسطس 68، حيث تم تصفية أهم وأكبر الألوية الجمهورية واستبدالها بتكوينات عسكرية قبلية تتبع الأفراد، وإضافة إلى عودة ما كانوا يسمون بالعائدين من الملكيين. هذا جعل المؤسسة العسكرية التي حاول اعتمادها في بناء الدولة مؤسسة ملغومة في الواقع وتشكو من مشاكل كبيرة جدا، إضافة إلى أن التعويل على العسكر من غير العمل السياسي والعسكري، وإن كان حاول أن يقيم تحالفات مع الأحزاب سواء أحزاب الحركة الوطنية التي في الواقع لم تساعده لأنها بدت في لحظة متشككة منه، وجناح منها أراد أن يتعامل مع الرئيس الحمدي وكأنه عضو صغير في أحد أحزابها، وغير مستوعب أن هذا الرجل والشاب قد أصبح رئيس الدولة ولا يمكن التعامل معه إلا كقائد مشروع وليس كوسيلة أخرى، أو حتى الإخوان المسلمين والتنظيمات الناصرية والتنظيم الناصري الذي حاول أيضا حمدي أن يتعاون معهم وأن يعقد تحالفات في مستويات معينة. كان كل ذلك للتعبير على أزمة غياب التنظيم السياسي. وفي الواقع حاول الرئيس استعادة تجربة عبد الناصر في فكرة حزب وحيد، وبالتالي محاولة تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي مقاربة تجربة الحمدي بإنجازاته، معرفة الحدود الحقيقية والتاريخية لتجربة الحمدي وإدراك أسباب الإخفاق، إضافة إلى المؤامرة طبعا. مسألة مهمة لأننا من المطلوب ونحن نقدر الرجل حق قدره وقد مات شهيد وخلد في ضمير الشعب كشهيد، أن نعرف بالفعل إنجازاته وحدودها وأن ننتقد هذه التجربة وأن نحمل كل الأطراف الوطنية والإقليمية مسؤوليتها ليأخذ الشهيد حقه، لا فقط في الجانب العاطفي ولكن في الجانب التاريخي لبناء الدولة الوطنية اليمنية. نعم، ولكن يعني هناك كما تفضلت يعني قصور تاريخي في تسجيل هذه المرحلة وفي العطاء الذي قدموا فيه، أيضا يعني ملابسات يعني بناء الدولة أو المشروع الذي أراد له الحمدي. لكن أستاذ معن، يعني وأنت تتحدث عن أنه هناك يعني هو آت من نمط عسكري، ولكن نزعة مدنية غير عادية كانت يعني تحيط بالحكم في فترة الحمدي. كيف استطاع أن يوائم بين يعني كونه عسكري بالأساس وحكم بطريقة مدنية ربما لم يعتدها اليمنيون من قبل؟ في الواقع حتى مرحلة القاضي الإرياني على علاتها وعلى الطابع التقليدي لشهادها كانت فترة مدنية، بالعكس شهدت تقليص دور العسكر والحضور العسكري، لكنها على حساب الجوانب الأخرى كانت تبدو متراجعة عن تجربة ثورة 26 سبتمبر. في الواقع الرئيس الحمدي إضافة إلى تكوينه العسكري وأنه جاء من صلب المؤسسة العسكرية التي كان قد أصبح من قبل أن يصبح رئيس بمثابة زعيم لها، الأوراق الإصلاح داخل الجيش ووزارة الداخلية كانت توقع عادة باسمه، وكان قد أصبح متحدثا باسم المؤسسة منذ ما يقرب عامين أو ثلاثة سابقة على وصوله للسلطة. كان أيضا لديه تجربة في العمل الوطني وفي العمل الحزبي، وكانت لديه خلفيته الثقافية والاجتماعية التي هي مدنية بالتأكيد، وبالتالي كان الحمدي في الواقع جزء من أبناء الحركة الوطنية، تجربته في حركة قومي العرب في الحزب الديمقراطي الثوري، ثم الصلات التي أنشأها مع كل التنظيمات من الأقصى اليسار والماركسيين الذي كانوا جزء كبير منهم في مكتبه، إلى الإخوان المسلمين الذين يعني تبوأوا على المناصب في البداية الأول مرة في عهده، نائب وزير، محافظ، نواب وزراء، رؤساء مؤسسات للمرة الأولى حصلوا عليها في عهد إبراهيم الحمدي، والناصريين بالتالي. بالتالي هذا البعد مكون أصيل في الواقع من شخصية الحمدي، والمشروع السياسي للحمدي كان في هذا البعد، بعد بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، لكنه كان يحمل إرادة فوقية، كان هناك اعتقاد أنه يمكن بناء مثل هذه الدولة من أعلى بوسائل الجيش وبوسائل الإدارة الحكومية من دون تنظيم شعبي حقيقي متجذر. هل نجح في هذه النقطة؟ لا بالتأكيد،
طبعا تجربة الحمدي بترت بالغدر وبالغيلة وبالمؤامرة، لكن المشروع بطبيعته كان يحمل تناقضات. من المستحيل بناء دولة وطنية ديمقراطية واجتماعية بناء على مؤسسات الأمن ومؤسسات الجيش ومن أعلى ومن غير الناس، والتمثيل الفلكلوري للناس لا يعني التمثيل الحقيقي. هذه المسائل تتعلق بالتطور الاجتماعي للبلدان وبتطور الحركة السياسية. من دون أحزاب شعبية منغرسة وممثلة للمجتمع، من غير تقصد أستاذ معن يعني تنظيمات اجتماعية. حتى تتضح الفكرة، يعني لو كان ركز على نعم. التنظيم الشعبي أكثر ربما كان سيستمر مشروعه حتى لو تم اغتياله؟ هو في الواقع حاول الرئيس أن ينشئ تنظيما شعبيا، من ناحية مد يد العون للتنظيمات. في البداية كانت الحركة الوطنية الذي كان جزء منها متشككة، كان هناك طرف يعتبر أن حركة الحمدي هي حركة سعودية. وطبعا جزء من مشكلة المثقفين اليمنيين أنه من كان يتحدث أن الحمدي أتت به السعودية، ومن كان يقول كل ذكرى بوفاة الحمدي أن الحمدي شاركت في اغتياله السعودية ويتحدث عن دور الملحق العسكري السعودي في الاغتيال، لن يتحدث اليوم لأنه هناك فكر يومي بدل من معرفة تاريخية حقيقية وموقف نقدي من هذا التاريخ. هناك كل مرة يتحدثون بما يناسب الوقت وبما يناسب الحال من دون إدراك القيمة التاريخية. الحمدي عموما حاول أن يتعامل مع الأحزاب الموجودة في الواقع، وحاول بناء تنظيم حزبي، وبداية اللي كان تأسيس المؤتمر الشعبي العام واللجنة الحوار الوطني في الواقع كانت كتمثيل لمحاولة بناء تنظيم سياسي واحد في البلد. نعم. من ناحية محاولة استعادة تجربة عبد الناصر، ومن ناحية أيضا في تقليد تجربة حكم الحزب الواحد الموجودة في اليمن الجنوبي، في اليمن الديمقراطية. لكن هذه التجربة بطبيعتها يعني كما كانت في مصر وكما كانت في الجنوب عندها نتائج سلبية، لم تكن تحمل آفاق كثيرة في الشمال وفي اليمن، في الجمهورية العربية اليمنية. وفي الواقع كانت هناك تجربة حزبية غنية، وكانت هناك أحزاب كانت محجوبة عن الشرعية وتم تخوينها بدس في مرحلة القاضي الإيراني، لكنها كانت موجودة وكانت فعالة. وكان ربما المسار الأقرب للمنطق هو جعل التعددية الحزبية مشروعة وإضفاء الطابع القانوني على ما هو موجود، وتطوير الحياة الحزبية نعم، والسياسية أفضل من محاولة بناء تنظيم سياسي واحد. إذا أستاذ معن دعنا نشك معنا في حديثنا هذا الأستاذ عدنان العديني المحلل السياسي من اسطنبول. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور. أستاذ عدنان، برأيك يعني ونحن نتحدث عن الحمدي وكيف تم تجريف وتغييب منجزاته، لماذا تعمد النظام السابق هذا التغييب وهذا التجريف لمنجزات الحمدي ولتاريخه أيضا؟ هو في الحقيقة الحديث عن الحمدي وما الذي والأحداث التي يعني عصفت بالسلطة حينها وأدت إلى مقتل رئيس الجمهورية هو حديث أوسع من الحديث عن السلطة التي يعني جاءت بعد استشهاد الحمدي. في الحقيقة إحنا بحاجة إن نتحدث على الحمدي يعني كواحد من الرؤساء اليمنيين باعتبار أنه امتداد لتجربة اليمن الجمهوري، دون أن يكون الحديث متجه ل يعني لتقييم تيار سياسي او شخص بعينه، هو تقييم للتجربه، تجربه اليمن الجمهوري. اليمن الحقيقه مشكلتنا احنا انه في صراع، خضنا المعركه من اجل الجمهوريه حتى ننتزع الاعتراف بحق الشعب في الحكم. كان هذا هو عنوان ثوره سبتمبر. كنا بعدها يعني في معركه اخرى وهي معركه الانتقال للسلطه او تثبيت حق الشعب في ان يحكم نفسه عبر سياسة واضحة، بمعنى تأمين عملية انتقال السلطة بشكل سلس وآمن. هنا بعد تثبيت حق الشعب كان المعركة لم تنتهي بعد، ويحسب للحمدي أنه يعني كان له توجهات في سياق تثبيت فعلا حق الشعب في الحكم، مواجهة الإرث الاجتماعي والفكري الذي يقصي غالبية الشعب و يضع الهاشميين في رأس النظام الاجتماعي، التوجيه بإسقاط السيد وهذه الفكرة كان مما يحسب لهذا الرجل. لكن أيضا كان لدينا مشكلة أخرى وهي مشكلة تأمين عملية الانتقال للسلطة. أنت تلاحظ أنه معظم الرؤساء اليمنيين في الشمال والجنوب يعني خرجوا من السلطة بعملية ليست سياسية ولا سلمية، وكانت في الغالب اما عمليه انقلابيه سواء في الشمال او في الجنوب، او فيها نوع من
يعني من استخدام القوة والعنف، نعم. وأدت في كثير من الأحيان إلى مقتل الرؤساء وتغييبهم بالقوة. هذا الأمر يضعنا أمام المشكلة الآن، أمام المشكلة التاريخية اللي هي من بعد اليمن الجمهوري، وهو تثبيت إنه لابد للشعب أن يقر للشعب بأن يكون هو صاحب سلطة، وأيضا لابد أن ينشأ النظام الذي يضمن هذا الحق. وكان عملية تغييب الأحزاب السياسية واعتماد الجيش يعني للحضور بديلا عن الشعب كان أمر لا يعجل بتثبيت الجمهورية كفكرة مقررة، وبالتالي حق الشعب في الحكم أن يحكم نفسه. بقاء الجيش في المشهد كان يضر ليس فقط على مستوى تغييب إرادة الشعب، بل يبقي منطقة السلطة منطقة ملتهبة، ودائما ما كانت يتم التصفيات عبر جولات عنيفة وليس جولات يعني إذن أستاذ عدنان، يعني لنعود للسؤال الذي طرحته، ما الشيء الذي يعني كان في فترة الحمدي وأراد النظام السابق عدم ظهوره للأجيال فتم يعني تجريف وتغييب منجزات الحمدي لأجله؟ الحمدي مثل كل الرؤساء اليمنيين ما كان لهم أن يكونوا رؤساء لولا الجمهورية. الجمهورية كانوا يعني كان الحمدي أحد تجليات الحدث الجمهوري الكبير في سبتمبر، وتعبيرا عن هذه الحالة أنه جاء واحد من أوسط الشعب وصار رئيسا للجمهورية. لولا الجمهورية ما كان ظهر الحمدي ولا غيره، بمعنى أنه تثبيت فكرة الجمهورية كان السبب في هذا المشهد كله. النظام الذي جاء بعده نظام علي عبد الله صالح كان فعلا نظام انقلابي على فكرة الجمهورية، ويحاول أن يكرس على المدى البعيد استعادة النفوذ لصالح أسرة. الحمدي دخل السلطة كفرد وخرج منها فرد، أسرته لم تحضر بالطريقة رغم التشكيلات العصبوية التي كانت داخل الجيش، إلا أن الحمدي يحسب له أيضا نزاهته كشخص فعلا خرج منها نظيف. في النهاية السلطة يعني السياسة هي طريقة الوصول إلى السلطة وطريقة إدارتها، كانت محسوب له نوع من الإدارة الحازمة، الأمن الذي ضبطه، أوجد سلطة مركزية استطاعت أن تثبت الأمن في البلد بعد حالة الفلتان التي عاشت البلد في الفترات في السنوات التي سبقته. نعم، إذن ما المميز في هذه الفترة التي حكم فيها الحمدي جعلت من خالدا في ذهن اليمنيين والأجيال الحديثة التي لم تجايل؟ هو في الحقيقة واضح أنه في فترة الحمدي حصل نوع من الأمن الذي شمل البلد كلها، أيضا الرخاء الاقتصادي، نزاهة الرجل الأول في رأس السلطة انعكست على كثير من المؤسسات، حضوره أيضا في قضايا الناس في على مستوى الشارع، تأمين الأمن الذي شعر به كل المواطنين. هذا الأمر جعل العاطفة العامة تتفق على الرأي العام يتفق على أن الرجل كان استثنائي، يعني خاصة بعد رئيس جاء يعني من سياقات أخرى ولديه هموم مختلفة وتطلعات أخرى، أثبت أن الرجل الأول كان فعلا مميزا ولا يجدونه في الشخص الثاني وهو علي عبد الله صالح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان العديني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ معن. يعني أستاذ معن، تحدث الأستاذ عدنان عن يعني نقاط متعددة ربما أبرزها هي معركة انتقال السلطة، ونوه إلى أن ربما كل الانتقالات التي حدثت في اليمن شمالا أو جنوبا لم تكن انتقالات سلمية، إما انقلابات بيضاء أو عسكرية فيها عنف وتجاذبات كثيرة. لماذا برأيك؟ المسألة تتعلق بطبيعة النظام السياسي الموجود والسائد، وفي العادة عندما نتحدث عن رغم أن هناك تجارب حكم عسكرية شهدت انتقال ضمن القيادة العسكرية التناتبية من غير انقلابات، لكن الطابع المميز للأنظمة العسكرية هو الانتقال عبر الانقلاب، هذا أمر موجود في كل مكان. والمسألة لا تتعلق فقط بالشكل العسكري للنظام، المسألة تتعلق بالواقع بالطبيعة الاجتماعية لهذه الأنظمة. هذه الأنظمة تمثل فئات صغيرة في الواقع تحاول عبر امتلاكها الجهاز السلطة أنها تسيطر على الثروة الاجتماعية، وبالتالي تتمتع بمستوى كبير من العنف. نتحدث عن الجمهورية العربية اليمنية على الأقل، تتمتع بمستوى عالي من العنف، لأن الربط الكامل بين الثروة وبين السلطة يجعل الصراع على السلطة صراعا مميتا وحاسما، لأن هي الوسيلة الأساسية لتثبيت الثروة والمكانة الاجتماعية. وبالتالي فكرة الجمهورية التي أشار لها الأستاذ عدنان
هي فكرة تشمل أكثر من مجرد أن النظام ليس ملكيا، هي تتضمن نظاما عقلانيا يسمح للجمهور، للأغلبية الشعبية، بالمشاركة في الحكم، بإدارة السلطة، بالرقابة الدائمة على الحكام، وبالإمكانية الحقيقية والفعلية، وهذه مشكلة حتى في الأنظمة الديمقراطية، بتغيير الحكام المنتخبين في الفترة التي يرى الناخبين أنهم لم يعودوا في مستوى المسؤولية، أو أنهم لم يكونوا أوفياء لالتزاماتهم الديمقراطية والتزاماتهم الانتخابية. نعم ما حدث في اليمن طبعا بعد في تطور المسار الثوري أن السلطة عادت، بدل من أن تكون محصورة طابع سلالي ومذهبي، عادت لتكون محصورة في فئات يمكن أن نسميهم أبناء الوجهاء. كان التمثيل الأكبر لهذا النظام هو 5 نوفمبر، عندما أفرغ النظام الجمهوري من مضمونه وتحول إلى يعني حكم تشاركي بين أبناء الوجهاء المختلفين في المجتمع. نعم، إذن أستاذ معنا أنت وسادة المشاهدين، اسمحوا لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ معن. أستاذ معن، لو تحدثنا عن الأبعاد السياسية لاغتيال الحمدي، خاصة يعني أنه كان قبيل سفره لعدن، ما تلك الأبعاد من وجهة نظرك؟ في الواقع فترة حكم الرئيس الشهيد رغم قصرها، يعني هي أقل من 4 سنوات، لكن كانت يعني فيها الكثير من التحولات. ما بدأ في البداية وكأنه حاكم عسكري عادي يمثل القوى التقليدية في المجتمع، استطاع أن يطور علاقات بالوسط السياسي وبالتنظيمات الوطنية، واستطاع أن يقترح خطا اجتماعيا ينحاز لمصلحة الأغلبية الشعبية، حتى وإن كان ذلك من أعلى وعبر وسائل الدولة. استطاع أن يقترح وسائل تشاركية مع المجتمع من خلال النظام التعاوني، وحتى الصراع وعدم الثقة الذي كان سائدا مع نظام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سرعان ما تحول إلى علاقات تعاون وثقة، وبدأ أنه متجه إلى إرساء شراكة في طريقها إلى تحقيق الوحدة اليمنية مع الرئيس الشهيد سالمين. وبالتالي هذه التحولات السريعة، وإن كانت تعكس ديناميكية وفعالية شخصية الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، كانت تعكس في الواقع طموحات المجتمع اليمني، التراكم الضخم وعمق هذه الأفكار والمشاريع السياسية التي كانت نتيجة 8 سنوات من الحرب الأهلية الثورية، ثورة 26 سبتمبر. وقدرة الرئيس عبر مناورات مختلفة وعبر قدرته على نسج علاقات مختلفة ومتناقضة على أن يذهب في المشروع إلى مستوى شكل خطر في الواقع على القوى المهيمنة المحلية، بعد أن تخلص في الواقع من جزء من شركاء الحركة التصحيحية البعثيين، بعض الشخصيات العسكرية من أبو لحوم و أبو مجاهد أبو شوارب وبيت الأحمر، وبدأ وأيضا القوى الإقليمية، المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا شكل خطر على هذه القوى، سواء القوى التقليدية في الداخل أو القوى الإقليمية. وربما هذا هو السياق العام الذي يجعل اغتيال الحمدي بالمعنى السياسي هو مفهوم. وهذه القوى في الواقع، سواء الذي شارك بشكل مباشر في الاغتيال أو الذي لم يشارك، كانت في الواقع على عداء، وكانت قد أخذت قرارها بتصفية مشروع الرئيس الحمدي ومنع التعامل والتعاون والذهاب باتجاه الوحدة مع النظام في الجنوب. وبالتالي كان قرار التصفية، والذي جعل في الواقع للأسف الشديد أن جذور هذا النظام والمشروع تتلاشى سريعا مع الرؤساء اللاحقين لإبراهيم الحمدي، أن هذا المشروع لم يكن يرتكز إلا على مهارات وفي الواقع مناورات الرئيس الشهيد، ولم يكن هنالك لا الإطار السياسي ولا التنظيمي الذي يسمح للمشروع بالسير أبعد من ذلك. نعم أستاذ معن، يعني هل جاءت الخطوة التالية لاغتيال الحمدي ممثلة باغتيال سالمين للضرب المشروع السياسي الذي كان يتشكل آنذاك؟ هناك سياق، طبعا هناك علاقة بالتأكيد، لكن هناك سياق مختلف للتجربة في اليمن الديمقراطية.
والتي وإن كانت اتسمت بآفاق وطنية وديمقراطية واشتراكية وتحررية، اتسمت بمقدار يعني لا يصدق من العنف ومن الميول الإقصائية، يعني التي مورست ضد أنزه المناضلين ومن قبل رفاقهم، لا لشيء إلا للفشل في تدبر الخلافات الفكرية والتنظيمية على أساس ديمقراطي وعلى أساس رفاقي. وبالتالي رغم العلاقة الوثيقة بين تصفية الرئيس سالمين وبين اغتيال الرئيس الحمدي، هناك سياق مختلف يعود إلى فشل في الواقع، فشل النظام في الجنوب في تدبير الاختلافات بين الأجنحة السياسية والتنظيمية للحزب الاشتراكي، وقتها كان التنظيم السياسي للجبهة القومية، بشكل ديمقراطي وبشكل رفاقي. ربما يعكس طبيعة الأصول البرجوازية الصغيرة للحكام في الجنوب رغم كل ادعاءاتهم الاشتراكية، والنزاق الذي كان يميز مرحلة تتسم بالغلو الأيديولوجي والافتقار في الواقع للثقافة الاجتماعية التي كانت تستطيع أن تساعد على حل الخلافات بوسائل أخرى، بالذات أن النظام في الجنوب بحكام المختلفين لم يكانوا يصطروا على السلطة، على الثروة في الواقع، حيث بقت الثروة ملك المجتمع ولم تكن جزء من الصراع. نعم، إذا أستاذ معني انضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور عمر عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي من دبي. مساء الخير دكتور عمر. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا دكتور عمر. يعني نود أن تحدثنا عن تفسيرك للالتفاف الشعبي حول مشروع الدولة في زمن الحمدي. الالتفاف الشعبي مع مشروع الدولة في زمن الحمدي كان أمرا طبيعيا، لأن الشعب اليمني مثله مثل كل شعوب الأرض يتوق إلى التطور وإلى ما يستحقه حقيقة، وكان هنالك أمل كبير في ذلك على سواء في شمال اليمن أو جنوبه. وكانت العهد القصير الذي عاش فيه الشهيد إبراهيم الحمدي كرئيس للدولة فترة قصيرة جدا، لكن خلال هذه الفترة تحقق عديد من المنجزات. من هذه المنجزات على سبيل المثال التعاونيات الزراعية التي انخرط فيها الأهلون، وتعاونيات البناء للمدارس والمؤسسات المختلفة، استعادة مكانة الدولة باعتبارها بنية مؤسسية تمتلك أملاكها وأراضيها، الحد من التدخلات غير السوية النابعة من التاريخ، التدخلات القبائلية الضيقة في شأن الدولة. هنالك عديد من الإسكان الشعبي، كثير من المنجزات التي تمت في فترة قصيرة جدا وكأنها المعجزة، لكن هذه التجربة تم إجهاضها من قبل الذين يريدون الإقامة في الماضي السلبي، ومن قبل الذين يريدون تحويل الدولة إلى مجرد ملكية خاصة ينتفعون منها كما حصل على مدى العقود الثلاثة الماضية للأسف الشديد، مما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. إذن تجربة إبراهيم الحمدي في شمال اليمن كانت غاية الأهمية، وبالمقابل كانت هنالك حالة فتوة مؤسسية وحالة انتظام مع النظام والقانون الموروث من قبل الوجود البريطاني في عدن من قبل الجبهة القومية آنئذ، وكان هنالك توق لتحقيق الوحدة اليمنية على قاعدة بناء دولة عصرية حديثة والذهاب إلى المستقبل والتخلي عن سلبيات الماضي الإمامي وغيرها من الأحلام الكبرى التي كانت كل الحركات السياسية والوطنية في اليمن تتشارك فيها. نعم أستاذ دكتور عمر، يعني إذا أردنا نتحدث عن حفظ الذاكرة، كيف يمكن أن نحول يعني ذكرى الحمدي من مناسبة بكائية واستجرار لهذا الماضي دون الحديث عن يعني إحياء مشروع الحمدي في ذكرى؟ الأصل في المراجعة للتاريخ هو أن نستفيد من التاريخ من أجل المستقبل، والأصل في المعادلة التي اقترنت بالرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي هو أن نستفيد من جملة العناوين وجملة المرئيات وجملة البرامج التي تاق إلى تنفيذها، وهي تحديدا استعادة الدولة ومكانتها وهيبتها، أن تكون الدولة هي المالكة للأرض والمالكة لإمكانية الاستثمار وإمكانية التنمية، أن يكون هنالك مشاركة شعبية واسعة النطاق عن طريق تعددية المبادرات التي تقوم بها المكونات الاجتماعية المختلفة ومساعدة الدولة، أن لا يكون هنالك تدخلات ضيقة أفق قبائلية وليس قبلية، تلك القبائلية التي تحولت إلى طغم أوليغاركية حقيقية تمازج بين الدولة والمؤسسة العسكرية والمؤسسة المالية بطريقة مشوهة ومشوهة أيضا.
هذه هي المشاريع الرئيسية التي كان يحلم بها الحمدي وكوكبة من الوطنيين اليمنيين الرائين للمستقبل، وهو نفس وهي نفس الأحلام التي سارت في مسار الحركة السياسية والوطنية اليمنية على مدى عقود مضت وما زالت قائمة إلى يومنا هذا. نحن الآن في هذه اللحظة علينا أن نفهم أن تلك المحطة هي استتباع لمحطات سابقة لها منذ حركة الأحرار اليمنيين الذين كانوا يريدون دسترة الإمامة في شمال اليمن، ومنذ الذين كانوا يتوقون إلى بناء دولة عصرية في جنوب اليمن، ومنذ المشاريع الألفية الفاضلة التي حمل ريادتها الحزب الاشتراكي اليمني في شمال اليمن وجنوبه. كل هذه المسائل تعتبر مسائل للمراجعة من أجل المستقبل وليس من أجل التغني بالماضي أو البكاء على الماضي بطبيعة الحال. نعم، إذن دكتور عمر برأيك لماذا يتركز المشروع الوطني في رأس شخصيات يعني بعينها في حال ما تم اغتيالها أو وفاتها ينتهي هذا المشروع؟ هذا هو التاريخ، يعني التاريخ له غرائب وعجائب وله دهاء ومكر، وهو في نفس الوقت فيما يبدو أن هنالك صفحات تغلق في التاريخ لكن هذه الصفحات تعود مجددا. ولهذا السبب علماء التاريخ أكدوا ويؤكدون وبإجماع فريد المثال في أن مسارات التاريخ هي مسارات تبدو كوموتراجيدية من جهة، تبدو دائرية، ولكن هذه الدائرية هي دائرية تصاعدية وليست ارتكاسية، بمعنى أن كل ما يعيد إنتاج نفسه إنما يعيد إنتاج نفسه بكيفية أكروباتية، بكيفية شقلبانية إنجاز التعبير. ولهذا السبب التاريخ يمضي إلى الأمام كامل الأفكار وكامل الرؤى وكامل المقاربات وكامل الأحلام العظيمة التي كانت منذ قرن من الزمان تعيد إنتاج نفسها بكيفية متجددة. ولهذا السبب ليست المسألة مرهونة لا بأفراد ولا بمنعطفات حادة هنا وهناك، ولكنها بنوع من المد التاريخي إنجاز التعبير الذي يمضي لقوانينه الموضوعية رغما عن الجميع وخارج نطاق كل التوقعات وخارج نطاق كل المقاربات والتقديرات. ولقد رأينا كيف تنهار الإمبراطوريات على مدى التاريخ، وكيف تنهار الأنظمة، وكيف تتحول الجغرافيا السياسية في الدول، وكيف يشهد العالم هذا النوع من الجدل الصراعي الدائم. ولكن في نهاية المطاف هذا الجدل الصراعي الدائم سيفضي في نهاية المطاف وبطبيعة الحال إلى التطور لا محالة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عمر عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. عودة إليك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني تحدث الدكتور عمر عن نقطة مهمة في مسألة يعني المشروع السياسي الذي ربما هو ليس متعلق بالشخصيات ولكن هي مسألة تاريخ ونظام معين. برأيك أنت أستاذ معن، يعني أعيد لك نفس السؤال، لماذا ينتهي المشروع بمجرد انتهاء أو اغتيال صاحبه؟ هو المشروع يعني لا ينتهي لكنه يتعثر، لأنه قيمة المشروع في الواقع لا تنتمي إلى صاحبه أو إلى الزعيم الذي كان يقوده، وإلا لكان مشروعا هامشيا. المشروع قيمته أنه يعبر عن مصالح فئات شعبية واجتماعية واسعة، وقيمة القيادة والزعامة كما بالفعل أشار الأستاذ دكتور عمر هي أنها تكون قادرة على التقاط هذا المعنى التاريخي، على التقاط مسار وتوجه التاريخ وصياغته بلغة قريبة إلى الذهن الشعبي وإلى ذهن المواطنين، وقدرتها على تحويله إلى خطوات سياسية وتكتيكية صغيرة تذهب باتجاه المشروع الأساسي. هذه مهارة القيادة. وفي الواقع الرئيس الشهيد كان يمتلك الكثير من الملكات التي جعلته يستطيع أن يجسد مشروع ملايين اليمنيين وملايين الذين ينتمون إلى الفئات الشعبية أبناء الفلاحين والقبائل. الأزمة غياب التنظيم والمؤسسة والإطار المؤسسي الذي يراكم هذه الخطوات والذي يسمح لها بأن تتطور ويسمح لها بأن تراجع نفسها وأن تصلح أخطائها لا ينتمي في الواقع إلى مشكلة الزعيم، ينتمي إلى مستوى التطور الاجتماعي وإلى طبيعة الثقافة السياسية للأحزاب والنخب والفئات الشعبية، ومن ضمنها طبعا السلوكيات والثقافة السياسية للزعيم وإلى للشخص القائد. وبالتالي هي مسألة تتجاوز الأفراد ولها علاقة بمستوى التطور الاجتماعي. مشكلة التنظيم السياسي والتنظيمات أحيانا تطرح على شعوب متقدمة لأنها في لحظة تكون متقدمة في جوانب اقتصادية واجتماعية وتعاني من أزمة تنظيمية، فما بالك بمجتمعات
مثل بلداننا الحمدي أتى بعد فترة ردة، كانت الحزبية تصرح بأنها تبدأ بالتأثر وتنتهي بالخيانة، تم تجريم العمل الحزبي. ونحن حتى اليوم في الواقع ما زلنا نرى كثير من الحزبيين حتى يكونوا مقنعين يبدأ حديثه بأنه هو مستقل. هذا أمر عنده جذور كبيرة، التحويل السلطة والثروة إلى غنيمة غير مشروعة جعل الذين يسعون للسلطة بدل ما أن يتحدثوا عن مشاريعهم السياسية التي تمثل المصالح الاجتماعية يبدأون سعيهم للسلطة بإنكار وجود أي مسعى للسلطة. نعم، وأن شرعية السعي للسلطة هي أنه الشخص يذهب إلى السلطة لتحويلها إلى وسيلة لإنجاز برنامج سياسي يخص المجتمع بشكل عام. نعم، طيب أستاذ أمان، يعني حدثنا من وجهة نظرك عن التغييب المنهج الذي حدث للحمدي من الذاكرة الرسمية في الإعلام في المناهج أيضا. هو من الطبيعي إذا عرفنا أن من وصل إلى الحكم بعد الحمدي هم قتلته وهم من خانوا وهم من غدروا وهم من قتلوه أساسا لأنهم يحملون مشروعا سياسيا نقيضا. من الطبيعي أن يغيب مشروع الحمدي وسياسة الحمدي وشخص الحمدي، لأنه حتى وجود صورة الحمدي واسم الحمدي كانت تشكل لهم عبئا معنويا وأخلاقيا. بالأخير هؤلاء الناس أتوا من هامش الحياة، ولولا مساعدات معينة من الرئيس الشهيد لبقوا على هامش الحياة، ولكنهم جازوه بالقتل وبالغدر وبالخيانة وبالتآمر وبمحاولة ترويث شرفه وسمعته. بالتأكيد هذا النظام الذي أتى بهذه الطريقة سوف يكون أكثر حرصا على محو كل إشارة للرئيس الحمدي ولنظامه، وعلى محاولة تشويه ذلك النظام وتقزيمه وتكبير سلبياته. وهذا أمر طبيعي، لأنه ما من وصل إلى السلطة بعد اغتيال الحمدي أشبه بالمجرمين الجنائيين منهم بالخصوم السياسيين. نعم، هذا الأمر أخير في الواقع أخيرا صحيح على تفضل يا سيدي. نعم، عفوا منك، يعني حتى استغل اخر دقيقه، يعني برايك ونحن في زمن التنظيمات السياسيه والاحزاب، هل يستطيع اليمنيون تكرار تجربه مثل تجربه الحمدي وسالمي؟ انا متاكد ان اليمنيين يستطيعون الافضل، واليمنيين فعلا وضعوا ارجلهم على اول الطريق بثوره 11 فبراير. ما حدث في 11 فبراير 2011 ثورة شعبية، المسألة ليست محكومة بالنتائج ولا بالمآلات السريعة، المسألة محكومة بأنه لأول مرة وبمبادرة شعبية ملايين اليمنيين نزلوا إلى التاريخ، نزلوا إلى الشارع، نزلوا إلى الواقع ليمتلكوا مصيرهم بأيديهم وليحاولوا أن ينجزوا نظاما سياسيا يعبر عن مصالحهم ويكونوا خاضعا كلية لمصلحتهم وإرادتهم. هذا حدث ضخم. اليوم مع إحباطات وتداعي تكون ثورة مضادة شرسة وهمجية وبربرية ورجعية، ربما البعض يعتبر 11 سبتمبر 11 فبراير ربما حدثا تعيسا حتى، لكن هذا مفهوم في سياق الثورات الاجتماعية. لكن ما حدث في 11 فبراير أن الشعب اليمني ربما اكتشف ذاته كفاعل حقيقي في التاريخ، وهذا لا. بالمناسبة أكثر أهمية من وجود الزعماء والأفراد صحيح. والتنظيمات والشخصيات. نعم صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج مدرس مادة الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من تونس. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.